الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل شرع لهذه الأمة ما يكمل بها ظاهرها وباطنها، ما يصلح بها سرها وإعلانها، فكانت هذه الشريعة في الكمال والبهاء والتمام والصلاح للخلق أن بلغت ما ذكره الله في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان هذا الدين على الذروة في الكمال وعلى الذروة في الإتقان، كما قال ربنا جل في علاه في محكم التنزيل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وإتقان آياته هو بإتقان لفظه وإتقان معناه وإتقان أحكام هذا الكتاب وإتقان شرائعه. فكانت هذه الشريعة على نحو كامل في الإتقان وفي الإصلاح للظاهر والباطن. هذه الشريعة جاءت لتطهير الظواهر وتطهير البواطن، فتطهير الظواهر بالطهارة من الأقذار والأكدار، كما قال العزيز الغفار: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وتطهير السرائر بتمام التوحيد وكمال الإخلاص لله عز وجل، بأن يطهر القلب ويسلم من كل شائبة شرك ومن كل لوثة التفات إلى غيره جل في علاه. فكان طهارة السر والعلن، طهارة الظاهر والباطن على هذا النحو الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد جاء في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. والطهور هنا المقصود به ما يتطهر به من وضوء وغسل يزيل الأحداث التي تنزل بالأبدان. وقوله صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان أي نصفه، وسمي الوضوء والغسل شطر الإيمان لأنه مقدمة الصلاة التي هي عمود الإسلام. فكان الإسلام على قسمين: قسم ظاهر وقسم باطن. القسم الباطن هو الإيمان، والقسم الظاهر هو طهارة الأبدان والقيام بين يدي العزيز الغفار بالصلاة التي هي عمود الإسلام. وهذا أحد المعاني التي قيلت في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فيكون المعنى أن الطهارة وهي مقدمة الصلاة ومفتاحها شطر الإيمان أي نصفه، فإن الإيمان سر وإعلان، ظاهر وباطن. فالظاهر هو طهارة الأبدان والقيام بين يدي العزيز الغفار، والباطن هو خضوع القلب وانقياده وإقراره بما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصول الإيمان وما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هكذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم
انتظام هذه الشريعة لصلاح السر وصلاح العلن، صلاح الظاهر وصلاح الباطن. وقيل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي أن الوضوء وهو مقدمة الصلاة، والغسل وهو فرض على من قام به الحدث الأكبر نصف الصلاة. فالإيمان هنا بمعنى الصلاة، كما قال جل وعلا في محكم كتابه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلواتكم. فإن الصحابة لما حول الله تعالى القبلة أشكل عليهم هذا التحويل في قوم صلوا إلى بيت المقدس، كيف أعمالهم وهل هي محفوظة لهم أم أنها ذاهبة؟ فأنزل الله تعالى قوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان هو الصلاة، وعليه فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي أنه نصف الصلاة، ذلك أنه لا تصح صلاة عبد ولا تقع موقع القبول من العزيز الغفار جل في علاه إلا بأن يكون قد قدم بين صلاته طهارة لبدنه، إما من الحدث الأصغر بالوضوء أو من الحدث الأكبر بالغسل. فكان هذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان. وبه يعلم منزلة الوضوء من الصلاة، وأن الوضوء في مرتبته من الصلاة مقدمة، مفتاح، لا تقبل الصلاة إلا به. ولهذا قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا. فجمعت الآية الطهارتين: الطهارة الصغرى وهي الوضوء، والطهارة الكبرى وهي رفع الحدث وإزالة الجنابة. ولذلك قال بعد أن ذكر غسل أعضاء الوضوء قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم بعد ذلك بين البديل في حال العجز عن الماء باستعمال التراب: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بعد هذا البيان للبديل عن الماء في حال العجز عنه وعدم وجوده قال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فالمقصود من هذا كله هو التطهير للسر والعلن، هو التطهير للظاهر والباطن، هو التطهير للأبدان والقلوب، هذا هو المقصود من الطهارة. ولذلك كان الوضوء طهارة لأصحابه. جاء في الصحيح، صحيح الإمام البخاري وكذلك في صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن العبد المسلم أو المؤمن إذا غسل وجهه خرج كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع آخر قطر الماء أو مع الماء، ثم إذا غسل يديه خرج منها كل خطيئة بطشتها يداه مع آخر قطر الماء أو مع الماء، ثم إذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها قدماه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى يخرج من ذنوبه كلها، أي بهذه الطهارة التي يزول بها كل ذنب ويطهر بها كل خطيئة. فلذلك كانت الطهارة ليست فقط طهارة للأعضاء وإزالة لما يعلق بها من الأقدار والأدران، بل هي طهارة للقلوب من سيئات الأعمال، طهارة للصحائف من الأوزار والخطايا والآثام. فلذلك جدير بالمؤمن أن يحافظ على الوضوء وأن يلزمه، وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فهو من دلائل الإيمان وعلاماته أن يلزم الإنسان الوضوء وأن يحرص عليه، فإن ذلك مما يفتح الله تعالى به للإنسان خيرا عظيما ويدفع عنه شرا كثيرا. فإن الطهارة مفتاح الصلاة
ومفتاح الطاعة ومفتاح الإحسان. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الطاعة والإحسان. نقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنقرأها تباعا ثم نعلق عليها بما يفتح الله تعالى من بيان بعض مهمات تلك الأحاديث ومسائلها المهمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه 1. أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذه الأحاديث كلها في صفة وضوء سيد الورى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، مفسر له، فلذلك لا يمكن لأحد أن يفهم القرآن إلا بمعرفة هدي وسنة سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال جل وعلا: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله عز وجل أوكل بيان القرآن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله أمر بالطهارة في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بيان ذلك هو في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن ذلك بالفعل لأصحابه وبيّنه بالقول، وأصحابه أمناء رضي الله تعالى عنهم، فنقلوا عنه ما كان من صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا السياق 4 أحاديث كلها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أولها حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وثانيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وثالثها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه،
ورابعها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع. هذه أربعة أحاديث كلها كانت في بيان وصف النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المؤلف رحمه الله لم يأتي بها مكتملة في كل سياقاتها، بل أتى بحديث عثمان مكتملا، وجاء بما زاد كل صحابي في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبدأ ذلك ببيان أدب من أداب الوضوء ندب إليه سيد الورى وإمام الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه، وهو السواك. ذكر ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي، أي لولا أن أكلفها أمرا يشق عليها ويصعب عليها ويلحقها نوعا من العنت، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أي لا ندبتهم ندب إيجاب، ولا أمرتهم أمر إلزام بالسواك مع كل وضوء، أي باستعماله. والسواك اسم لعود الأراك أو ما أشبهه مما يطهر ويطيب به الفم. وقد جاء في السواك أحاديث كثيرة تبين فضله، وأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ عد تلك الأحاديث حد التواتر، أي أنه ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا ظاهرا. ومن المواطن التي يشرع فيها السواك عند الوضوء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. متى يكون هذا؟ يكون في أثناء الوضوء أو قبله أو بعده، لأن عند ومع تقتضي المصاحبة، وهذا يشمل ما كان سابقا بقليل وما كان في أثنائه وما كان لاحقا له، وذاك كله يحتمل أنه داخل فيما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عند قوله لأمرتهم في قوله لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وقد ثبت عنه سواكه صلى الله عليه وسلم أول استيقاظه من النوم، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل، يحتمل أنه إذا قام إلى الصلاة، ويحتمل أنه إذا استيقظ من النوم شاص، كان يشوص فاه بالسواك. يشوص أي يستاك استياكا يبالغ فيه باستقصاء ما في الأسنان أو ما على الأسنان أو ما في الفم مما يمكن أن يكون قد علق بها أو قذرها. فمن السنن المشروعة في الوضوء أن يستاك الإنسان في وضوئه بين يدي وضوئه أو في أثنائه، هذا الذي ندب إليه صلى الله عليه وسلم وأكده في قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وقد أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا. وقد جاء حديث آخر في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية مع كل صلاة. وهذا يدل على أن السواك مسنون بين يدي الصلوات، وهو صادق على ما يكون في الوضوء وما يكون بعده، فإنه وما يكون بعده بين يدي الصلاة فإن ذلك كله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالصلاة لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فينبغي أن يحافظ المؤمن على هذه السنة وأن يحرص عليها، فإنها كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السواك، قالت: السواك مطهرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. من الذي لا يريد رضا الله؟ كلنا نسعى ونأمل أن يرضى الله تعالى عنا. رضا الله يا أخواني أمر يسير، ما أسهل تحصيله لمن اجتهد في طلبه، فإنه يسير الحصول. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، أي مطيب له، منق له، مزيل لما يمكن أن يقذره، وهو أيضا مرضاة للرب، أي يرضاه الله تعالى للعبد، ويرضى به عن العبد جل في علاه سبحانه وبحمده. فينبغي للمؤمن أن يحرص عليه وأن يديمه وأن يأتي به في مواطنه التي شرعت.
ومنها بين يدي الوضوء. ولذلك قدم المؤلف رحمه الله حديث السواك بين يدي الوضوء أو مع الوضوء في أول أحاديث باب الوضوء، ثم ذكر حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه 3 مرات وهذا على وجه الاستحباب، ثم مضمض واستنشق واستنثر، وهذا جمهور العلماء على أنه مستحب، وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم إلى أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار واجب من واجبات الوضوء. ثم غسل وجهه 3 مرات، والوجه هو ما تحصل به المواجهة، كما قال الله تعالى إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا الفرض هو أول ما ذكره الله تعالى في آية الطهارة في سورة المائدة. وقوله 3 مرات أي كرر غسل وجهه صلى الله عليه وسلم 3 مرات، والوجه هو ما تحصل به المواجهة من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت الشعر المعتاد في منحنى الرأس إلى أسفل الذقن، هذا هو حد الوجه. ثم قال رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، وهو المفصل الذي يصل الذراع بالعضد، هذا هو الذي غسله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وهو مشروع بآية الطهارة في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقولوا إلى المرافق أي مع المرافق، فإن المرفق داخل في الغسل، وكرر ذلك 3 مرات. ثم اليسرى مثل ذلك، أي غسل يده اليسرى مثلما غسل اليمنى من رؤوس الأصابع إلى أن أشرع في العضد، ثم مسح برأسه ولم يذكر تكرارا في مسح الرأس، وسيأتينا أن السنة المشروعة في مسح الرأس الاكتفاء بمسحة واحدة، وسيأتي صفة ذلك بعد قليل. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، والكعبان هما العظمان الناتئان في جنبتي القدم، العظم البارز في جانب القدم في جانبي القدم من اليمين ومن اليسار، هذا هو الكعب، وهو مأمور بغسله وهو داخل في الغسل كما دخل المرفق في الغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل قدميه غسل قدميه حتى أشرع في الساق، أي حتى غسل بعض الساق ليستوعب غسل ما فرضه الله تعالى من الكعبين، من القدمين إلى الكعبين. ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ولم يكمل الحديث الراوي لأن المؤلف لم يكمل الحديث لأن مقصوده بيان صفة الوضوء لا بيان فضل الوضوء، وتتمة الحديث فيه بيان فضل الوضوء حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا، أي قريبا ومثل وضوء هذا، ثم صلى 2 ركعة لا يحدث فيهما نفسه، أي أقبل على الله فيهما ولم يشتغل بالهواجس والوساوس والأفكار، بل كان مقبلا على قراءة القرآن تدبرا وعلى ذكر الرحمن حضورا للقلب وخشوعا وخضوعا، من حصل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، فضل عظيم مفتوح كل وقت لكل مسلم رجل أو امرأة في أي مكان أن يتوضأ هذا الوضوء ثم يصلي 2 ركعة، لكن يحرص في صلاته ولو كانت خفيفة، ما هو لازم تكون الصلاة، ليس لازم أن تكون الصلاة طويلة، ولو كانت مقتصرة على قراءة الفاتحة، لكنه صلاها وهو حاضر القلب لم يحدث فيهما نفسه، فليبشر بأنه فائز بهذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. ثالث حديث ذكره المؤلف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض من ذكره هو بيان العدد في مسح الرأس. حديث عثمان لم يذكر عددا بل قال ثم مسح برأسه، أي مسح رأسه، وسيأتينا صفة المسح وأنه مرة واحدة كما دل عليه حديث علي رضي الله تعالى وأنه مرة واحدة كما دل عليه حديث علي رضي الله تعالى عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومسح برأسه
واحدة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وأن الرأس ليس فيه تثليث، لا يمسح ثلاث مرات، إنما يمسح مرة واحدة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة الوضوء اختصر المؤلف الحديث على ما فيه زيادة، وهو بيان كيف يمسح رأسه. قال في بيان صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومسح برأسه، الباء هنا للاستيعاب، أي مسح كل رأسه، لأن الباء للاستيعاب، وهو المأمور به في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فالباء للاستيعاب أي تستوعب جميع الرأس، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. قال فأقبل بيديه وأدبر، أقبل بيديه وأدبر، الإقبال والإدبار نسبي، كيف أقبل وأدبر؟ الواو لا تقتضي الترتيب. يبين ذلك الرواية الأخرى، وهي لفظ في حديث عبد الله بن زيد، قال بدأ بمقدم رأسه، يعني بناصيته، بالمقدمة من رأسه، حتى ذهب بهما إلى قفاه، ردهما إلى آخر منابت الشعر في الرأس، ثم قال رضي الله تعالى عنه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مقدم رأسه. هذا هو أكمل الصفات في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يرده إلى قفاه ثم يرجع رادا لهما إلى مبدأ رأسه، وأظن هذه الصفة واضحة لا إشكال فيها. فلو اقتصر الماسح على أن مسح إلى القفا دون أن يرجع إلى المكان الذي بدأ منه فإنه لا بأس به، وقد أتى بما وجب عليه، لكنه أخل بكمال المسح، فإن كمال المسح هو أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ويردهما إلى مقدم رأسه، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل. وقد فرق بعض أهل العلم فقال إن المرأة إذا مسحت على هذا النحو تشوش شعرها وما أشبه ذلك، لكن الصواب أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة في هذه الصفة، فإذا مسحت على هذه الصفة تكون قد حققت المطلوب. الحديث الرابع من أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم مسح برأسه، وهنا بيان ما يتعلق بالرأس وهو مسح الأذنين. قال وأدخل إصبعيه السباحتين، هاتان السباحتان يسميهما الناس إيش؟ السبابة، والسباحة أفضل من السبابة، لأن السبابة تستعمل في السب، إذا سببت شخصا فإنك تشير بهذه، فسميت سبابة لأنه يحصل بها السب، ولكن تسميتها بالسباحة لأنه يسبح بها، سبحان الله سبحان الله سبحان الله وما أشبه ذلك، فسميت سباحة. يقول، وهذا من التسمية الحسنة وتغيير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن، يقول ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، أي في ثقب أذنيه، وهذا هو القدر الواجب أو القدر المشروع في مسح الأذنين على القول بالوجوب، وأما على القول بالاستحباب فإنه القدر المستحب. قال ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أي الظاهر من الأذنين، ما كان ظاهرا وما كان من الغفاريف الداخلية، وهذه هي صفة المسح على الأذنين. ومسح الأذنين تابع للرأس، لا خلاف بين العلماء أن الأذنين تابعان للرأس في المسح، وقد جاء فيهما حديث رواه عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد تكلم في إسناده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، أي في ما يتعلق بفرض مسح الرأس المأمور به في الوضوء. قال وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرع الآن في ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بآداب الطهارة. هذه الصفة التي جاءت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مزيد تفصيل وبيان في الأحاديث التي ذكرها.